مثل ما حكينا، هذا الموضوع اللي أثار الجدل بالأيام الماضية بعد الحوار اللي أجراه الكابتن عمر ميداني لاعب منتخب سوريا مع شام اف ام، ومن باب حق الرد تواصل معي شخصيا المشجع غانم النونو اللي صارت حالة المشادة الكلامية بينه وبين عمر، وطلب يرد على كلام عمر ميداني. ونحن أكيد باب البرنامج مفتوح للجميع، لهيك صار معنا حاليا عبر الهاتف السيد غانم النونو المشجع السوري اللي كان متواجد بملعب القويسمة في مباراة المنتخب مع لبنان في الأردن، واللي صارت حالة المشادة الكلامية مع عمر ميداني. أهلا وسهلا فيك سيد غانم. هلا فيك، هلا فيك سيد ريس. تفضل صديقي، احكي لنا شو ردك على كلام عمر ميداني لاعب منتخب سوريا. أول شيء مساء الخير للجماهير السورية جميعا، للمنتخب الوطني. بقدم اعتذاري كمان أنا من كافة الجماهير السورية وللاعبين خصوصا كمان. ردي بس لسيد عمر ميداني، هو لاعب خلوق ومحترمه ومحترم قدراته، بس بتمنى ما كان يتصرف هيك تصرف معنا داخل الملعب. والكلام يلي عم بقوله انه صار في مقاطع فيديو شتم بالاهل، لا، انا بقول كلام غير صحيح وغير مبرر. انا ما شتمت اهله، لانه اول شغلي انا قاعد بمحيط منطقه سي اي دي، حوالي كثير من صبايا الامن العام على مرء الجميع وكل الناس شافته، وفي كثير من الجماهير جاب عائلاته معه. يعني ما معقول يخلوا مشجع يحكي من الزنار تحت يكون قاعد. ومثل ما بقول كمان عمر ميداني عنده اهل، وكمان احنا عندنا اهل، ما بنقرب على الاهل نهائيا. والشغلة اللي صارت بيني وبين عمر ميداني هي شغلة عفوية، يعني طالع من فرط غضب من هي خسارة قاسية، وكان هو السبب الوحيد اني ما حابب انه يطلع الاعلام مثل ما عم بقول انه في لقاء صحفي ولا هيك اشي. نحن من حقنا كجماهير سورية نجي على الملعب انه ننتقد اللاعبين، نعطي اللي عنا، نشجعهم، نوقف معهم. نحن مع المنتخب بالخسارة قبل الفوز، بس لما بيكون في عنا اداء مشرف للكرة السورية. هلا معك حق، أكيد كلياتنا كنا مزعوجين، وأكيد كلياتنا بننتقد المنتخب ولاعبين المنتخب وقت يكون الأداء مانو تمام، لكن كلياتنا بنتفهم حالة الغضب اللي كانت عند الجمهور، لكن أكيد بنتمنى إنه وقت يكون في حالة هاي الغضب اللي عم نحكي عنها أو الانتقاد ما توصل لموضوع السب والشتائم. يعني صديقي مثلا، أنت بالفيديو باين إنك قايل له كلمتين تقال، يعني ما رح نحكيهم كتير على الإذاعة، لكن أنت أكيد ما بتقبل إذا كنت بالشارع مثلا وصارت معك مشكلة، ما بتقبل حدا يقول لك ياهم لهدول اكيد الكلمتين. اكيد سيد غيث، اكيد نحن كمشجعين، يعني هن كلاعبين اكيد يعني بصير عندهم مواقف اكثر من هيك. يعني الكلام قلت لك انا يلي طلع من سمي انه هي عن فرط غضب يلي عشتها خلال ال 90 دقيقة. يعني نحن كمان كمشجعين سيد غيث، يعني نحن كجماهير داخل جايين على الملعب قبل الساعتين، اكيد جايين كرمال المنتخب، اكيد جايين كرمال نشجعهم. نحن جايين قبل المباراة بساعة، في ناس داخل الملعب، في ناس خارج الملعب ما قدرت تفوت، ما عرف عن انه البطاقة. يعني احنا جايين كرمال المنتخب بالاساس. يعني احنا لما نجي كجماهير جاي محبة للمنتخب اكيد ما رح جايين نسيء لهم. نحن قدمنا بالعكس، ضلينا عم نصيح خلال ال 45 دقيقة عم نوقف معهم ونشجعهم، وقبل المباراة وقت الاحماء كل لاعب باسمه وقفنا معهم. بالعكس هن كلهم الله يعطيهم العافية بنحبهم وبنقدرهم، هن عم يلعبوا باسم المنتخب. بس لما نحن نتلقى خسارة ثلاث مرات متتالية ورا بعض، أكيد يعني الجماهير من حقها تغضب شوي. في كتير ناس حكيت، في ناس فارت عن غضبها، وقلت لك يلي صار معي بيني وبين عمر ميداني هي مش إنه والله شخصيا أنا متهجم على اللاعب أو بيني وبينه شيء، لا، هذا الكلام مش صحيح. هي فرط غضب ساعة خمس دقائق، يعني هيك عن فرط غضب عبرت عن رأيي أنا ورأي كل الجماهير فيها. ما حبيته يطلع يعمل لقاء صحفي، لأنه نحن تعلمنا كل خسارة لازم يطلع يعمل لقاء صحفي. بس بهيك ثلاث خسارات متتالية ورا بعض، والمباراة كانت كتير ضرورية للمنتخب السوري، كتير كتير، يعني أكيد هي توصلنا للحلم كأس العالم، نطلع هيك خسارة قدام لبنان. أكيد الجماهير كلها طلعت وراسنا بالأراضي وزعلانين، وجدا جدا أكثر من لعيبة. يعني فنحن كمشجعين ما حد يحط اللوم علينا، لأنه نحن تعبنا. نحن من حقنا نشوف المنتخب السوري بكأس العالم، من حقنا أنه نفرح نفرح الجماهير. هي الجماهير اجت قبل المباراة خلال ساعتين ثلاثة، وجاية من جميع المحافظات الأردنية. من حقنا انه نجي نشوف مباراة، نشوف اداء، بس لما ما نشوف اداء ونشوف خسارات ونطلع نعمل لقاء صحفي اكيد الجمهور راح يغضب. من حقهم يعملوا لقاء صحفي، بس بعد اوقات، يعني بعد ساعة ساعتين من انتهاء المباراة، من حقهم هذا.
ايه طبعا، بس للتوضيح، هو هذا اللقاء الصحفي مو اختياري صديقي، يعني الفيفا او الاتحاد الاسيوي بيختار لاعب من كل منتخب يطلع يعمل لقاء صحفي بعد المباراة مباشرة، وفي حال انت ما طلعت في غرامة مالية على الاتحاد وعلى المنتخب. ما في مشكلة، اكيد بتفهم كثير شعوركم واحاسيسكم، واكيد مشكورين كل الجماهير السورية اللي كانت عم تتواجد بملعب القويسمة لمؤازرة المنتخب من كل المحافظات كانت متواجدة، وحتى كان في منهم عم يطلع من سوريا، في منهم كان عم يترك تمام، شغله ليروح يتابع المنتخب ويسانده. أكيد اكيد هذا هو اللي عم يصير. نحن جايين قبل الملعب ساعتين ثلاثه، في ناس جاي قبل 3 4 ساعات للمحافظات، مثل ما تعرف الاردن في شوي بعيد عن ملعب القويسمه، بدها ساعتين طرقات. يعني كثير ناس جماهير تواجد اكثر من 7000 داخل الملعب، هذول قبل المباراه بساعه. بعدين سيد غيث، في ناس خارج الملعب، هذول كمان لحالهم بتزعل عليهم انه ما قدرنا أكيد نفوت، ما عارفين انه البطاقه بتنشر من على النت، بالهم اياها مثل الملاعب السوريه بتنشر داخل الملعب. يعني تحزن كمان، هذا هي لحالها كمان واحد بيغضب عليهم. بدي انا اوصل رسالتي للاعبين جميعا انه نحن الجماهير لما نجي للملعب نحن جايين نوقف معاكم، نحن جايين نشجعكم. يعني في كثير من يعني حابين نشوف اداء، نحن مع الخساره قبل الفوز، بس لما بيكون في اداء، لما أكيد ما في كلياتنا اداء في كلياتنا خسارات متتاليه اكيد من حق الجماهير تغضب. يعني انا ما عاد بحكي باسم، بحكي باسم الجماهير السوريه كلها، ما اعرف اذا بيطلع لي ولا لا. نحن من حقنا لما نتلقى 3 خسارات ورا بعضها وما نشوف اداء، اكيد راح الجمهور يفور عن غضبه. مثل ما انتم شفتوا على السوشيال ميديا كثير الناس سايره، في ناس حابه تشوف اداء منتخب سوريا اللي مثل ما بقولوا 2018 2019 كان المنتخب السوري غير هيك، اكيد كنا معهم. ولاخر شيء لما طلعنا من الطفيات نحن كنا معهم، استقبلناهم احلى استقبال بسوريا. طيب اكيد معك حق 100%، كلياتنا عرفت؟ بنتمنى نشوف بس انا منتخبنا اكيد حبيت عم يعني يوصل لكأس اوصل، العالم، حبيت ونشوفه مو بس يتأهل لكأس العالم، نشوفه بين مصاف الأندية العالمية. لكن برجع بقول لك قصة، متمنى انه الموضوع شو ما كان صاير ما يوصل لموضوع، لانه هذا لاعب منتخب سوريا، ما أكيد يمثل بس عمر صديقي، ميداني. بدي كلمة أكيد منك أكيد. أخيرة لعمر ميداني بالذات. أنا بعتذر يعني من لاعب عمر ميداني، بده يتحمل شوي نحكي نحن كجماهير فورت الغضب هذا. يعني أنا ما مسيته شخصيا ولا جبت سيرة أهله، مثل ما هو ادعى هذا كلام عاري عن الصحة تماما. مثل ما هو عنده عرض بخاف عليه، وكمان نحن عندنا عرض بنخاف عليه. واثق 1000000% إني أنا ما أسأت لأهله مثل ما حكى هو، كلام غير واقعي ولا 1%، إنه في مقاطع فيديو تاني انقطعت ولا نزلت. لا، المقطع الفيديو اللي نزل هو اللي صار وكل الناس شافته، وهو عبارة عن فرض غضب من مشجع سوري محب للمنتخب السوري، للميداني، للسومة، لخربين، لجميع اللاعبين. بتمنى انه كلمتي الأخيرة انه يفرحوا الشعب البسيط يلي حابب يفرح من سنين، ويعطونا أداء بشرف الكرة السورية. إن شاء الله يا رب، ومشكورين كل الجماهير السورية في الأردن، ناطرينكم بلعبة إيران لحتى تكونوا مع المنتخب لحظة بلحظة أكيد نحن وتشجعوهم لحتى متواجدين نقدر معهم إن شاء الله دائما، نحقق الفوز. شكرا كثير أكيد أكيد لإلك هذا الشيء. صديقي شكرا غانم لك النونو، سيد غيث، مشجع منتخب سوريا المتواجد حاليا في الأردن. شكرا الله كثير يسعدك لإلك. يا رب، شكرا كثير لك، يعطيك العافية.